ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي هنعمل كيك ان شاء الله، يعني يبقى كيك لطيف لكل بقى اللي عايزين يحافظوا ياخدوا طاقه ويحافظوا. والناس اللي عندها حساسيه من البيض، مش بتحب تستخدم البيض قوي في الكيكات، هديكوا بديل رائع وهديكوا بدائل اخرى من الفواكه. خلينا نقول المقادير بتاعه الكيك بتاعتنا ونتكلم عن التفاصيل. عندي الكيك الرائع، كيك الشوفان، هنعمله بايه؟ عندي كوبايه من التمر، ممكن تبقى نص كوبايه من التمر المجفف عادي، حتى لو باقي عندكم من رمضان مفيش مشكله خالص. عندي كوبايه من اللبن خالي الدسم السخن، عندي كوبايه من التفاح البيوريه مسلوق ومهروس، وعندي كوبايه الا ربع من الزيت، معلقه صغيره من القرفه، معلقه صغيره من الفانيلا، لوز مجروش، زبيب حوالي معلقه، ثلاث كوبايات من دقيق الشوفان، معلقه من كبيره بيكنج باودر او ثلاث معالق صغيرين ممسوحين من البيكنج باودر. التزيين عندي شوفان حب وعسل ابيض. اللي عايز يشيل الزبيب ما يحطوش، يحط مكانه معلقه عسل ابيض، ما فيش مشكله خالص. طيب هنبدا نعملها مع بعض. وصفتها سهله جدا. انا اللبن خالي الدسم خدته اهو، وينفع مكانه حليب جوز الهند لو انتوا حابين، ما فيش مشكله. لو في كمان حساسيه البان مش هيجرى حاجه. هبدا اخد التمر اللي عندي، طبعا شلت النوى منه، هحطه هنا في الحليب او في اللبن الخالي الدسم او في حليب جوز الهند. هسيبه يغلي غلوه خلاص عشان يطرى اذا هو ناشف، وبعدين هاخد كده المقادير. انا هشتغلها مع حضراتكم بايدي، يعني مش عايزه اعمل منها حاجه في العجان او حاجه، الموضوع مش مستاهل، الموضوع بسيط باذن الله. هاخد كده، بصوا التفاح انا جبته قشرته، طبعا يفضل التفاح الاخضر او التفاح اللي هو اللي طالع في الموسم بتاعنا البلدي العادي، بلاش اللي هو الاحمر اللي فيه سكر زياده قوي ده. هاخد التفاحه هقشرها وهشيل الجزء اللي جوه واقطعها نصين، احطها في شويه ميه، بعصر معاها عصره ليمونه ورشه من الفانيليا، دي اختياري، تدي طعم كده وتيست حلو للتفاح. حتى البيبيهات الصغيرين النون، يعني البيبي اللي بيبداوا ياكلوا، اول حاجه بتكتب لهم التفاح المهروس، لسه بيبقى على الموز شويه، لكن فبيبقى اول حاجه بنديها لهم التفاح. فالتفاح ده بديل للبيض في اي كيك حضراتكم مش عايزين تضيفوا فيه بيض، حطوا تفاح مهروس، حطوا كمثرى مهروسه ومسلوقه، حطوا موزه، اي بديل من الفواكه هو تمام. خلاص؟ طيب الكيك هيرفع وهيبقى جميل، ما انا هوريها لكم اهو. أو يا سلام، هيرفع ويبقى رائع. تعالوا بس أوريكم الأول المافن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. بصوا حضراتكم أهو، رائع رائع، ريحته روعة، البسطرمة عاملة شغل عالي. طيب هنبدأ بقى نغلي هنا اللبن مع التمر زي ما حطيناه، أو البلح اللي احنا حاطينه. وهبدا اخد بوله، هاخد الاول البيكنج باودر، المكونات الجافه مع بعض مع دي الشوفان. لو هفترض حضراتكم ما عندكوش شوفان غير الحب ده مثلا اللي هو الكامل، ما يجراش حاجه، اطحنوه في الطحانه واستخدموه كدقيق شوفان واحد، مفيش فرق. خلاص؟ طيب هحط مع البيكنج باودر ذره الملح، رشه القرفه، معلقه واحده من الزبيب، يعني معلقتين صغيرين بمقام معلقه كبيره. خلاص؟ وعندي اللوز انا هجرشه دلوقتي، خليني اخده كده ايه على الشوفان ده، من الحاجات اللي غني طبعا عارفين كلنا بمضادات الاكسده، وفي نسبه الياف عاليه جدا، وبيقلل الكوليسترول في الدم، بينظم مستويات السكر. الناس اللي بتعمل دايت بتستخدمه كتير لان سعراته قليله. الناس اللي عندها امساك، هو عشان فيه الياف كتير، فدايما نقول ايه، الرغيف البلدي والرغيف العادي، يعني دي الاسمر دي الابيض، هما الاثنين على فكره نفس السعرات. هي الفرق في ان دي القمح او القمحه الكامله يعني بيبقى نسبه اليافه عاليه جدا، وده اللي بنحتاجه لان احنا بيخلينا نشبع، بيقعد في بطننا فتره طويله، ما بيعملناش امساك، عشان دايما في الدايت الناس بتشتكي من الامساك. طيب غير كده طبعا عايزه اقول لكم الشوفان ده لو عملتوه سكراب بيبقى مقشر طبيعي للبشره حقيقي، يعني بيتحط له عسل، معلقه عسل. وفي بيتعمل للجسم لو بتدخله ساونا، او بيتعمل دي الشوفان مع العسل مع الزبادي، بيبقى روعه.
طيب بصوا هنقلب كده تقليبة حلوة. هاخد شوية اللوز دول، طبعا يفضل اللوز يبقى يعني بالقشر، ما يجراش حاجة. دول مثلا ايه، لا خليني اخد شوية كده حلوين، دول مش عايزاهم كلهم. اللوز ده يعني مهم ومفيد جدا، اولا للأمراض القلب، غير ان هو كمان للبشرة مفيد جدا، بيقلل برضو الكوليسترول مستوياته. والناس اللي بيبقى فيه في دايما يقولك اللي فيه في يعني بيخافوا من الكانسر لا قدر الله للثدي بيكسروا من اللوز، لازم 7 لوزات كل يوم. بصوا بعمل كده، وهو طبعا غني انتوا عارفين بفيتامين ه والمغنيسيوم، ومفيد للاطفال ومرضى السكر جدا على فكره. يعني عايزه اقول لكم هو من الحاجات الاوليه اللي بنستخدمها دايما في الايه، في الدايت والحاجات دي، بيبقى مفيد اكتر. انا طبعا بحب اعمله بالقشره بتاعته. عايزه اقول لكم الكب كيك ده قالب قالب الموضوع خالص كده. عايزه بس يبقى لوز مجروش ده. يلا بينا، بسم الله. هنا اللبن والخالي الدسم والتمر هسيبهم في جنب. هاخد هنا المكون السائل اللي هو 1 كوباية من التفاح البيوريه، اهي انا بحبه جدا، شايفين اهو مهروسه، وحتى لو فيها قطع بتبقى روعه. خلاص شايفين ازاي. وهاخد الزيت بس كده، وبعدين هروح باللبن والتمر النص كوبايه اللي حطيناها دي، لبن خالي الدسم والتمر ده، بسم الله الرحمن الرحيم، في الخلاط. بسم الله. هنقلب نضربه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاخد الخليط الجميل ده. تمر بقى ده موضوع تاني، اولا طاقه رهيبه، بصوا بقى مليء بالالياف، بيدي طاقه، في بوتاسيوم كويس، الناس اللي عندها نقص في البوتاسيوم مهم جدا لصحه الدماغ على فكره. يعني بصوا في نسبه عاليه اصلا من مضادات الاكسده، مش قادره اقول لحضراتكم، كتير جدا مهم للجهاز الهضمي. عايزه اقول لكم للانيميا للولاد تمر هايل، ادوهم تمر اللي عندهم انيميا، وهو اصلا فيه سكر طبيعي، عشان كده انا ما حبيتش اضيف لو حضراتكم تلاحظوا سكر، اكتفيت بالسكر اللي في الفاكهه في التفاح. اللي عايز يستخدمها دايت يحط معلقه واحده يعني من معيار السكر الدايت بتاعه ماشي، او سكر الفركتوز الفاكهه، بس انا شايفه ان ده سكر طبيعي في التمر كافي جدا، لان هو هيتغلغل في الموضوع. السكر اللي موجود في التفاح سكر طبيعي. هاخد كده خليط اللوز هحطه هنا كده، وعشان يعني ما نبقاش زعلنا حد ممكن نحط معلقه واحده اهي بس من العسل ده، عشان حضراتكم ما تزعلوش بس. وهنقلب بقى تقليبه حلوه كده. الوصفه دي يا جماعه بجد اللي مش عايز سكر هياخد سكر طبيعي من الموضوع. وطبعا هنقول لو مرضى السكر، عشان التمر فيه نسبه عاليه من السكر، فاحنا عايزين ياخد القطعه المناسبه ليه وال يعني اللي مكتوبه له، مش معنى كده ان احنا هناكل منه براحتنا، وده برضو مهم. وانا حاطه من القرفه، ممكن على فكره في ناس ممكن تضيف للخليط ده رشه من الزنجبيل الباودر، هتبقوا دعمتوها قوي بقى المناعه هنا بجد يعني فعلا يعني. بسم الله نقلب بقى تقليبه حلوه. كيكه جميله جدا صحيه، استخدموها بقى، اشربوها مع القهوة مع الشاي الأخضر، رائع حقيقة. بصوا واستبدلنا البيض لمرضى الحساسية بالفاكهة البيوريه، تفاح البيوريه، حطيناش سكر خالص. اللي مش عايز يستخدم لبن، احنا استخدمنا لبن حليب خالي الدسم، حضراتكم ممكن تستخدموا كمان اللي عندهم حساسية ألبان يستخدموا الحليب الجوز الهند، هيبقى رائع وهيعززها جدا كده. نقلب بقى تقليبه حلوه، شايفين القوام بقى جميل ازاي، قوام كيك حلو قوي. حطينا بيكنج باودر وحطينا
الشوفان. تعالوا بقى نشوف كده القالب الحلو اللي احنا عايزين نقدم فيه. اهو انا عملتها في القالب بتاع التشيز كيك، مفيش مشكله يعني لو عملنا كده. نرفع بس الكاتنج بورد اهو، ونمسح بمسحه زيت بسيطه نقطه، وممكن كمان تستخدموا زيت جوز الهند لو عايزين. يعني اقصد ممكن الوصفه دي تتعمل زي ما حضراتكم تحبوا بالظبط، وصفه صحيه بس طعمها حلو مستصاغ وجميله ومغذيه ومهمه. طيب ممكن ابطن بشويه دقيق شوفان لو انا عايزه، وممكن ما احتاجش، ان شاء الله مش هنحتاج. هو القالب كمان ضد الايه اللزق يعني مش بتلزق، بس لو عايزين هيبقى دقيق شوفان، هنبطنها بدقيق شوفان. طبعا فرن 180 على الشبكه في النص، تاخد من 25 دقيقه، لانه خلي بالكم دقيق الشوفان بيتماسك على طول، ما فيهاش نسبه سوائل عاليه يعني زي الكيك الثانيه، وما هياش كبيره وعاليه زي الكيكات العاديه اللي فيها دقيق الابيض، تحتاج رفع اكبر اطول يعني فتره اطول. بصوا هحط بقى من هنا على الوش شويه من الايه الشوفان الحب، و اوكي ناخد شويه لوز كده من دول، ممكن تفتحوها تبقى على الوش كده كده. بصوا ازاي بفتحها شويه، اللوز ده لازم قبله بمعنى ما تسيبوش ناشف عشان ما يتحرقش. يعني انا نزلت عليه ميه سخنه وهو بالقشره بتاعته، ممكن تسيبوه بالقشره لو عايزين، بس انا لما هحط ميه سخنه لازم القشره هتتفصل، فانا يا دوب بس كده خلينا بقى نحط شويه كده على الوش هنا، وفتحته كده عشان ما يتلسعش في الفرن في درجة تحت درجه الحراره. طبعا بشغل فرن ومروحه، وانا بجهز في خليط الكيك ببدا اسخن الفرن قبل بربع ساعه، 180 زي ما قلت لحضراتكم 25 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن. تعالوا بقى كده هنا، ويلا بينا ندخله الفرن ونشوف شكل الكيك بتاعنا طالع عامل ازاي. تقدروا تحتفظوا بيها، تحطوا في ورق زبدة يمنع الرطوبة منها عشان تحافظوا على الكيك دايما طري في طراوة لكن محافظ على نفسه. بسم الله هنحط هنا بصوا كده في الفرن 25 دقيقة درجة حرارة 180، بيكون سخن من قبل. لو الفرن حار عند حضركم أو حامي بيلسع، هنجيب كسرول زي دي تكون بس حاجة بتدخل الفرن ويدها ما تتحرقش، هحط فيها شوية مية سخنة وهحطها في قاع الفرن يعني على الصاج تحت. هتبدا ميه سخنه لازم عشان تطلع البخار وتبدا تطري من خليط الكيك. وادي الكيك اللي بالشوفان، شايفين حضراتكم جميله ازاي وعاليه ورائعه. يعني خلينا ايه اشوف كده سكينتي الجميله، اصل هو محمد تقريبا يعني اول ما بيستناني اول ما امسك السكينه يروح ايه عارفه واخد سكينتي فورا، فمش لاقيه السكينه المنشار. المنشار متاخده صح؟ يلا معلش كنت عايزه اقطع لكم حته هقطع لكم حته منها لطيفه. ماشي اهو جابها، خاف على عمره راح جابها لي اهو. بسم الله. والكيك زي ما انتم شايفين ما هواش يعني بسم الله اهي، شايفين ازاي جميله ازاي. ده من غير بيض، نسبة بيكنج باودر قليلة جدا، حطينا لبن يعني هي وصفة صحية كلها بالشوفان، حطينا التفاح، حطينا حليب خالي الدسم أو ممكن حليب جوز الهند لحساسية الألبان، حطينا بديل للبيض التفاح البيوري أو ممكن كوميترا بيوري أو موزة، يعني حطينا البديل وخلطنا شوية تمريض وطاقة نص كوباية مع اللبن كده ضربناه الأول بعد ما سخناه في الخلاط عشان تبقى كلها في الخليط الكيك، ما حطيتش سكر خالص خالص، هي معلقه صغيره عسل ابيض ودي اضافه من عندي لكن تقدروا تستغنوا عنها. اكتفيت بالسكر الموجود في الفاكهه اللي موجود في التفاح واللي موجود في التمر. عملنا الكب كيك او المافن الحادق اللي حضراتكم شايفينه بالبسترما بالزيتون بالاجبان بالمشروم فلفل الوان، اي خضار موجود عندكم في البيت شوحوه اعملوه في الوصفه الجميله دي. تقدروا تعملوها صحيه برضو بالدقيق الشوفان او دقيق القمح الكامله، دقيق رز لو عندكم حساسيه من الجلوتين اصلا.
وعملنا السينابن. بصوا انا هنا الكاكاو لما زاد مدي كانه جواه بالشوكولاته او صوص شوكولاته، بيدي طعم حلو، لان احنا عاملين وصفه اقتصاديه للسينمون رولز، عملناها على شكل في قوالب الكب كيكس عشان تطلع كده شكل القالب. وطبعا زي ما حضراتكم شايفينها عملناها اقتصاديه، مفيش نسبه زبده غير معلقتين. عملت الجليز او السكر الباودر من فوق مع اللبن، معلقتين او ثلاثه لبن او معلقتين او ثلاثه ميه ساقعه زي ما تحبوا. اللي عنده بقى صوص كراميل، اللي عنده صوص شوكولاته عايز يضيفه، دي حاجه يعني اضافه من حضراتكم. اتمنى طبعا الوصفات تكون نالت الاعجاب وتكون بسيطه وسهله تنفع ولادنا، سواء في الفطار، في العشاء، في المصيف واحنا على البلاج.